السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معكم قناة محمود أبو دنا التعليمية. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعضينا شرطة وقفلة صريحة في جهاز صيني، جهاز كان فلاي، جهاز صيني عادي. هنبدأ نشوف الشرطة ده فين ونبدأ نفكه مع حضراتكم. طب ازاي انا بعرف ان الجهاز فيه شورت؟ بالنسبة للناس المبتدئة، جيب الافو بتاعك كده اول حاجة، ممكن الجهاز معاك جاي لك فصل مش شغال، حدده عن طريق الافو او تحدده عن طريق جهاز الباور سبلاي. بعد كده بتبدأ تقيس، خطوط البطارية معاك. لما انا شايفين مع حضراتكم كده فرش عشان الافو يبان معايا. نبدأ كده مع بعضينا واحدة واحدة، هنشوف هنحط الأرفو الأرضي مع أي فرد أرضي معانا. كده اهو نحط على جسم البوردة، ناخد على أي أرضي كده. أو عادي بقيس على هنا طبعا الزائد بتاع هنا اهو، والماس زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الفرد الارضي بتاع البطارية، ودي الفرد الزائد اهو مع حضراتكم اهو. القفلة والشرط صريح معايا اهو. طب كده ادينا حضراتكم شفنا الشرط الصريح. هنبدأ نوصل الجهاز على الباور سبلاي، هنشوف السخونة، السخونة دي جاية منين. طبعا الجهاز كده كده طالما في قفلة لازم من الجهاز هتلاقي فيه سخونة. هنشوف أول حاجة معانا الزائد والناقص. هو دايما القفلة اللي بتوجع ريش البطارية دايما هتلاقي قطعة بتسخن عندك، مقاومة، مكثف، دايد. هنشوف الزائد والناقص معانا زي ما احنا شفنا مع حضراتكم كده بتاع البطارية، وهنبدأ نوصله. شفناه عندنا الزائد وهنا الناقص. طبعا انت هتوصل على الباور سبلاي عندك، الباور سبلاي هيديك بزر او هيقفل، يعني الجهاز فيه شورت صريح. فانت هتعمل ايه بقى؟ الباور سبلاي فصل معاك، هتبدا توطي الفولت بتاعك لواحد فولت، وتبدا بالزياده تدريجيا لحد ما تبدا تبان القطع اللي معاك بتسخن فين. تبدا تزود معاك الفولت لحد ما تبان القطع اللي بتسخن معاك فين، وتبدا تحددها. كده بوصل حاليا، عايز اعرف المنطقة اللي بتسخن معايا فين، احددها الاول وبعد كده ابدأ اشتغل عليها. ومبدئيا هنا الجهاز اللي انا شايفه ان السخونة هنا ايه، السخونة عندي في المنطقة دي معايا، في المنطقة دي. طب انا هعرف احددها ازاي؟ طبعا هنفصل الافو، هنفصل الباور سبلاي بتاعنا، وهنيجي كده بالمكوة، بالمكوة كده، ونخلي الدخان اللي طالع من المكوة بالمادة الراجينة والالفونية دي اللي معانا المعروفة دي مع كل الناس. الراجينة دي طبعا انت بتعملها كده هتطلع معاك دخان ايه، الدخان ده هتحاول تبخره على يسهات بحيث يعمل معاك مادة بيضة كده. المادة البيضة دي طبعا لما القطعة بتسخن بتلاقيها هي اتبخرت لوحدها وبقى لون الايسيها عادي او لون القطعة عادي معاك. هنبدأ كده واحدة واحدة كده بالمكوة اهو. ازيك يا عم؟ الحمد لله. واحدة واحدة بالمكوة، نوسع الصورة معانا كده اهو، واحدة واحدة كده اهو. كده المنطقة عندنا كلها اتغطت.
وهتبدأ توصل الباور سبلاي بتاعك او البطارية عادي مفيش مشكلة، بس الأفضل انك انت بتشتغل على الباور سبلاي. وصل الباور سبلاي بتاعنا كده اهو، هنوصل الباور سبلاي او نوصل ريش البطارية معانا. هظبط الكاميرا معايا كده عشان تجيب الهاتف معايا. ببدأ اوصل الهاتف بتاعي كده واشوف بقى القطعة اللي هتسخن معايا. اول قطعة تبان معايا، بص حضرتك كده انا في عندي القطعة دي، وتقريبا ده الديود، ده ديود حماية للفولت، دخل فولت زيادة للبطارية او اي فولت من الشحن او ده وده، ساعات الدود ده بيضرب معايا. فانا كده حددت القطعة اللي عندي اللي فيها مشكلة. هنبدأ نقيسها بالافو كده، الافو على الوضع البزر برضو، وهنبدأ تبدأ كده. وزي ما انتم شايفين حضراتكم القطعة بتدي معايا بزر اهي، وده المفروض ما يديش بزر، ده بيدي قراية من جنب ومالها نايم الجنب التاني لانه ديود. طب ماشي، هنخلع كده القطعة بتاعتنا دي وهنشوف الوضع عامل ايه دلوقتي. ده بقى اسمه شرط صريح، يعني انت وانت شغال لو صدفك ده شرط صريح. في شرط بقى غير صريح، والشرط الغير صريح ده بيبقى تحميل الامبير للجهاز بيبقى عالي قوي، الجهاز ممكن مش هيشتغل معاك الجهاز، بس هتلاقي تحميله عالي قوي، وهتلاقي شرط عادي ويشتغل الجهاز معاك بس في منطقه غير منطقه الباور، ويشتغل الجهاز معاك عادي بس يبقى التحميل بتاعه عالي. هتلاقي الزبون يجي يشتكي لك يقول لك الجهاز بياكل بطاريه او بياكل شحن، لو البطاريه ما بتقعدش كتير فيه. ده كله تبع الشرط الغير صريح. نطلع كده القطعة ونقيس معانا. نرفع الحرارة شوية. الفولت بيسخن معايا، دخل عنا القطعة اهي، الديود دخل عنا. هنبدأ نقيس تاني نشوف مقاس منع على ريش البطارية بقت ازاي. طبعا انت بتبقى الافو بتاعك على وضع البزر، بس حضرتك الجهاز ابتدى ادى معايا منع طبيعية اهي. هنقيس المنعة بتاعتنا على البوردة بتاع الجهاز،
طبعا انت هتثبت عندك اهو، هتعكس الاقطاب عشان تقيس الممانعه، او انت قيس على طول هتشوف البازل الشورت اتفك ولا ما اتفكش. من الواضح معايا كده ان الشورت اتفك اهو، هو الديود ده حمايه، الجهاز هيشتغل من غيره عادي. يبقى انا كده قلنا الممانعه معايا هيديك من جنب قياس ومن جنب ما لا نهايه. وطبعا الممانعه عليها قيمه معينه تبقى شغال عليها. انا ده الزائد معايا هنا اهو والناقص هنا، يبقى انا هعكس الاقطاب كده عشان اقيس الممانعه بتاعتي. كده اداني 377 الممانعه بتاعته كويسه لحد ما. والممانعه لو قلت معاك عن ال 300 يبقى في عندك مشكله في الجهاز، او زادت عن ال 900 يبقى في مشكله عندك في الجهاز. الممانعه بتنحصر ما بين 300 و 900، لو 290 ما فيش مشكله بقى بتنضف او كده الجهاز بيشتغل معاك عادي طبيعي ما فيش مشكله. فكده الشورت معانا اتفك، والدود ده مش هي، الدود ده عبارة عن حماية، فاحنا ممكن نشغل الجهاز من غيره عادي وبعد كده نركبه. نوصل جهازنا كده. هنشوف البار بتاع الجهاز. ابدا كده اشوف الرياضه بتاع الجهاز على الباور سبلاي عامله ازاي بعد ما ضغط على زر الباور. الجهاز معانا مفيش اي قرايه طبعا على الباور سبلاي دلوقتي، مفيش اي حاجه ظاهره دلوقتي لان انا لسه ما ضغطتش على زر الباور اهو. ابدا اوصل كده، بضغط على زر الباور كده الجهاز ابتدى يحمل معايا طبيعي اهو. ده طبعا الامبير عندي، ده الامبير، الجهاز ابتدى يحمل طبيعي معايا اهو. كده ان شاء الله الشورت بتاعنا اتفك، وبكده هنغير الدود بتاعنا وخلصت على كده. ولو ما غيرتش الدود الجهاز هيشتغل معاك عادي، بس الدود ده لازم تدور عشان الدود ده حمايه لزياده الشحن او زياده الفولت اللي داخل البطاريه. اهو الجهاز حمل معايا طبيعي اهو. كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده. وما تبخلوش على الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمنا حتى يصلكم كل جديد. كان معكم محمود أبو دنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.